هاد شي عادي، كل الأولاد بيصير معهم هيك هنن وصغار. لا تقلقي، هاي اجتي. لا تخافي يا روحي، أنا رح ضل معك. بكل صراحة خالتي، شوفيها هي دائما بتدير بالها على كل الموجودين بالبيت. شوفي كيف عم تدير بالها على بنتي، ومن امبارح ما نامت. سمرات ثاني شو صاير؟ ثاني تعال، انت شاطرة. سمرات ما فيها شيء، اختك بس مرتفعة حرارتها. تعال معي وخلي اختك ترتاح، منبقى منحكي معها بعدين. ايه طيب يلا. يلا بقي شوي. يا ترى هدول شو جايين يعملوا هون من الصبح بكير؟ ماني قدراني اتحمل شوفة هالناس كل يوم. بقي مرحبا. بس شوي، شو قصة الزينة الغريبة؟ بتكون تعملوا البيت غابة حتى جايبين ورق شجر؟ أنا شو القصة؟ سيميرات؟ انت كيف بتتجرأي وبتبعديني عنها؟ شو صار بنتي؟ مرت عمي هي. بعدي عني. تفضل دكتور. بصراحة هير هي اللي لاحظت البقع على جسم سمرات مبارح بالليل، وكانت طلع حرارتها. إذا بتريد فحصها وخبرنا كيف وضعها. نفسي بنتك معاها جدري كتير منيح انكم دهنتوا لمرهم الكركم وجبتوا هدول الوراق، هالشي رح يوقف الالتهاب. كل هالشي كان فكرتي. شكرا. انتوا لازم تحطوا لمرهم مشان ما يضل اثر على جسمها. شو هالحكي هاد؟ تترك اثر؟ بركي هدول الحبوب تركوا علامة على جسم حفيدتي دكتور. هاي بنت عيلة أطوال وما لازم يضل في علامة على جسم ابنه. رجاء مرت عمي، خايفة الحبوب يتركوا علامة؟ خليها تتحسن بالأول. بس هيك مو معقول، ممكن ينتشر المرض ويوصل لعنا. الجدري مرض معدي، لهيك لو سمحتوا لا تقربوا على البنت. رجاء كلكم اطلعوا لبرا. تيجي انتبهي عليها. ايه ماشي. اهدي بنتي، حاجة تبكي. حبيبتي خلص يا روحي. ليكي يا مدام، انا بعرف انك بتحبيها لبنتك كتير، بس بيكون احسن مشانك إذا ما بتنامي معها بنفس الغرفة. هالشي أحسن إليك وللبنت كمان. هير سمرات أختي لا تخافي عليها، رح تضل بهي الحالة كم يوم بس سمرات رح تصير منيحة. بنتي ديري بالك على حالك. إيه وانتبهي وقت تفوتي لعندها، لأنه ممكن ينتقل لك المرض. لا برميت، مو جاي عبالي. انتي شربي، انا ما بدي. لك شغلة؟ ما بعرف اذا انتو لاحظتوا هالشي او لا، بس هالبنت سبب كل المشاكل. ليكي اول شي نحن خسرنا كولديب، وهلأ المسكينة سمرات مرضت. ماما كنتي تقدري تشوفي كل شي بوضوح، بس يمكن نظرك صار ضعيف.
لأنه مانك قادرة تشوفيها كيف عم تقوم بواجباتها من بعد ما مات كولديب، وكيف عم تعرف تدبر أمور هذا البيت واللي فيه بطريقة صحيحة. هي هلأ عم تحاول تعالج بنتي، بس للأسف أنتي عم تلوميها مع أنه هي ما لها ذنب بالشي اللي صار مع كولديب. مانك قادرة تشوفي الشي المنيح. ماما تعالي، جسمي عم يحكني كتير. ماما سمرات، استني تيجي. لوين رايحة؟ ما بتعرفي أنه معها جدري وما بيصير تقربي عليها؟ بس ماما هي هلأ بحاجتي، خليني فوت لعندها. استني، ليش ما عم تفهمي علي تيجي؟ ليش انت عنيدة؟ فهمي علي، إذا فتي لعندها شو رح تعملي لها؟ وشو مشان ساني؟ إذا أنت مرضتي رح تنقلي المرض لساني كمان. ماشي، ما بقى عم تسمعي كلامي، ما بتردي غير على هديك البنت، فيكي تعملي يلي بدك يا مو فارقة معي. ما بهم، بدي فوت. ماما معها، ما لازم فوت لعندها. ماما، ماما ما بقدر فوت لجوا، بس انتي بتقدري تفوتي. انتي ستة لسيمرات، شوفي ليش عم تبكي. انتي شبك، شوفي قديش عمري، بركي مرضت وانا بهالعمر. بتعرفي انه جسمي ما بيتحمل من غير شي، ظهري كتير عم يوجعني، طلبي من حدا تاني غيري. تانية، انتي خالتها لسيمرات وانتي مسؤولة عنها، اذا بتريدي روحي لعندها وشوفي ليش عم تبكي. مستحيل اختي، ما فيني اعمل هيك. انا حابة شارك بمسابقة ملكة جمال تشانديغار، شو بيصير اذا انتقلت لي العدوى منها وتركت لي علامة على وشي؟ آسفة. مرت عمي إذا بتريدي تطمني عليها. مفكرة أنه ما عندي مشاكل بتكفيني بحياتي كلها؟ ما بيكفي اللي صار معي؟ أنا رح خلي حدا يشوفها. مرت عمي، انسي الموضوع. ماما جسمي عم يحكني كتير. ماما وين رحتي؟ أنا موجوعة كتير. سمرات، عم بيحكي؟ استني رح روح الحكي فورا. كتير منيح، بتمنى انه هي تصير اسعد وحدة بالعالم كله. بتمنى يكون عندها القوة كرمال تقدر تتغلب على الوجع. هاي البنت ما في أطيب من قلبها. شكراً إليك كثير. خالتي، وين راحت ماما؟ ماما راحت هلأ تحكي مع مديرة المدرسة. أنتي مرضانة ولازم تغيبي عن المدرسة شوي. عن جد رح غيب عن المدرسة؟ يا شقية، شوفي قديش انبسطتي. قولي كيف حاسة هلأ؟ خالتي الحكي ما عم تروح وهي كتير مزعجة. أظافرها كتير طول، إذا بتحك حالها حتترك علامة محلها.